بدأت حالا الريكوردينج. اوكي اوكي، تقدري دلوقتي تبتدي، اتفضلي. اوكي مساء الخير يا جماعة. دلوقتي ان شاء الله هنشتغل مع بعض، هنشوف جروفرز الجوريزم شغال ازاي. طيب الفكرة كلها في جروفرز الجوريزم ان هو بيحللنا السيرش بروبلم اوفر كوانتم داتا. طيب مبدئيا كده يعني ايه سيرش بروبلم؟ السيرش بروبلم في الكلاسيكال كومبيتيشنز هي عبارة عن ان انا اجيب يكون عندي ليست، الليست دي فيها items x1 x2 x3 وهكذا، تمام. والفكرة كلها ان انا اجيب يكون عندي item مثلا انا عايزة ادور على xi، فهنا الكومبلكستي ان انا او الستبس اللي انا ممكن اقدر اعملها ايه، ان انا ممكن امشي على اول element اشوف هو هل ال x1 ده equal لل xi ولا لا. لو equal يبقى كده خلاص السيرش عندي انتهى، ولو it's not equal بدور على بشوف الاليمنت اللي بعده واللي بعده وهكذا. فالبست كيس هنا ان انا الاقي اول item هو السيرش item او الايتم اللي انا بدور عليه، والورست كيس ان انا ممكن الاقيه اخر واحد او ان انا اصلا ما الاقيهوش في الليست، فانا كده هضطر ان انا امشي الليست كلها لاخرها، تمام. طب لو الليست بتاعتي دي السايز بتاعها n، اوكي، فكده الافريج كيس عندي ايه؟ الافريج كيس ان انا الاقيه في نص الليست. نص الليست ده يعني انا الاقيه عند الاليمنت n اوفر 2، صح؟ ده ستيل بيج او اوف n، وده الكومبلكسيتي بتاعت لينير سيرش اللي هو يعني او السيرش تكنيكس في الكلاسيكال كمبيوتر. طيب جروفرز الجوريزم عمل حاجة حلوة قوي، مش بس ان هو بيدور على ايتم في كوانتم داتابيت او كوانتم داتاسات، هو كمان بيلاقي الاليمنت اللي بيدور عليه في اوردر سكوير روت ان، اوكي. وده فهو كده أسرع بكتير من الكلاسيكال سيرش الجوريزمز اللي موجودة. طيب تعالوا نشوف بالراحة الجروفرز الجوريزم ده عبارة عن إيه. طيب دلوقتي لو أنا عايزة أسيرش إن unstructured data set، أوكي، السايز بتاعها equal n اللي هو 2 power n، where ان ال n ده هو عدد الكيوبيتس اللي عندي، وال n capital اللي هي عدد الاليمنتس، فهو بيعمل الكلام ده in order square root n. طيب الكلاسيكال اللي قلنا ان هو بي الاوردر بتاعه n، فكده الجروفر بيكون اسرع. طيب الجول بتاعنا ان احنا نفايند w او اوميجا وير ان احنا عندنا اوراكل. الاوراكل ده عبارة عن هسميه دلوقتي يو اف، هو عبارة عن ايه؟ هل الاليمنت ده انا بدور عليه ولا لا. بمعنى لو انا عندي مثلا الداتا سات بتاعتي f over 01 ده بور n، عشان احنا عندنا n كيوبيت، دي بتماب لايه؟ بتماب ل 0 or 1، اوكي، whether ان ال 1 لو الاليمنت ده من الاليمنت اللي احنا عايزينه، او وال 0 بتكون الاليمنت بقيه الاليمنت اللي احنا مش عايزينها. يعني انا ممكن اعرف الفانكشن f of x دي عبارة عن ايه؟ عن 1 لو ال x equal w اللي هو ال desired element اللي انا بدور عليه، و 0 لو ال x doesn't equal w يعني ال x مش ال element اللي انا بدور عليه، تمام؟ طيب وبعدين احنا ممكن ندفاين
function تانية اللي هي ال fo. اوكي ال fo دي over x هنقول ان هي بتكون equal 0 او 1. 0 لو ال x equal 0 0 0, 1 لو اي حاجة تانية. تمام. دلوقتي جروفرز الجوريزم بيتكون من بالظبط 3 مراحل. اول مرحلة اللي هي الاوراكل, ودي كأنها الستيت ماركينج بتاعي. يعني ايه ستيت ماركينج؟ يعني لو انا عايزة الالمنت مثلا رقم 10, تمام, فالاوراكل ده بيخلي لي في نيجاتيف ساين على الستيت 10, فنقدر نريبريزنتو بالفانكشن uf على الx equals negative 1 باور ال f of x. واحنا قلنا ان ال f of x دي بتريتيرن 0 لو ال x مش الالمنت اللي احنا بندور عليه, و 1 لو ال x لو الالمنت اللي احنا بندور عليه. اوكي, يعني بتدينا في الاخر ال سوبر بوزيشن x. طيب معنى كده ايه؟ ان ال uf لما تكون applied على اي element في ال w فدي هتدينا minus w, عشان ال minus دي هتشتغل. اوكي طيب, وال uf لو على اي حاجة other than ال w, يعني احنا ممكن نقول ان ده على الـ كل الستيتس اللي موجوده في السيستم ما عدا الديزايرد ستيتس, فدي هيدينا ال w الستيتس نفسها من غير اي ساين. تمام, يعني او ممكن اكتبها بالشكل ده, ان هي لو انا عندي اي x غير اللي موجودين في الـ في الديزايرد ستيتس, انا ممكن هيبقى عندي الاكس نفسها ما عليهاش اي ساين ولا اي ماركينج. تمام, طيب احنا كده عرفنا اليو اف. طب اليو اف نود دي المفروض ان هي ستيت لو انا عندي 0 باور ان تديني, او ده فانكشن بيديني 0 باور ان. اوكي, ولو عندي x بتديني negative x. okay, for all x doesn't belong to ال zero string. تمام, طب معناها ايه؟ معناها ده ان هي اي حاجة بتخليها زي ما هي ما عدا لو ال x موجودة في desired state, بتخلي بتعمل الفانكشن الاتية, ان هي بتعمل outer product بين الزيرو والزيرو. اوكي, ده power tensor n. اوكي, minus ال identity. تمام, طيب لو هنشوف ال quantum circuit عشان الدنيا توضح بس. اوكي, انا بانيشيالايز الكيوبتس اللي عندي لزيرو, ودي ما فيهاش مشكله. وبعدين انا ممكن هنا اعمل هادمرت. اوكي, وبعدين المفروض ابلاي الاوراكل بتاعي, الاوراكل اللي هو اليو اف. طيب كان لازمه ايه اليو اف؟ اليو اف كان بيحط لي نيجاتيف ساين على اي winning state او اي state انا عايزاها. اوكي, وبعد ما خلص يبقى ده اللي عندنا الاوراكل. وبعدين بعد ما بتعدي على الاوراكل بتروح على الجروفرز اوبريتر. جروفرز اوبريتر ده بيتكون من كذا مرحلة. اول مرحلة ان انا بعمل هادمرد على كل كيوبتس اللي عندي. تمام, وبعدين بعمل
اليو اف نود اوكي، وبعد كده بعمل هذا مرد تاني. انا متاسف جدا انا بقطعك بس في الشرح، بس في كذا حد اشتكى ان السكرين عنده مش باينه كويس، فهل ممكن بس تفصلي السكرين شيرنج وترجعيه تاني؟ حاضر. اوكي شكرا. كده واضحة؟ تمام كده، تمام معايا. طيب اوكي، فالجزء ده اللي هو الديفيوزر. طيب الديفيوزر ده المفروض الديفيوزر اللي هو بياخد الستيتس اللي اوريدي معمول لها ماركينج من الاوراكل لو عليها نيجاتيف ساين، وبيعمل لها حاجه اسمها امبليتيود امبليفيكيشن. احنا اتفقنا ان الكوانتم كمبيوترز هي عباره عن probabilistic machines، يعني machines بالداتا بتاعتها كلها شغاله بالprobabilities. فلو انا بعمل سيرش فانا محتاجه ازود probability بتاعه الايتيمز اللي انا عايز اعمل عليها سيرش دي، اوكي، وبعدين بحيث ان انا اول ما اجي اعمل measurement المeasurement دي تخليني اقدر الاقي الايتيمز اللي انا بدور عليها. فبعد هنا ما اخلص الديفيوزر المفروض ان انا اعمل ميجرمنت، اوكي، وبعد الميجرمنت المفروض ان الستيتس الويننج ستيتس او الستيتس اللي بتبلونج تو دبليو، اوكي، هي اللي تطلع لي بعد الميجرمنت. اوكي طيب احنا اتفقنا برضو ان او لسه ما تبعتنيش، اوكي، ان Grover's operator هو عبارة عن iterative method. يعني ايه iterative method؟ يعني انا مش بعمل ده مرة واحدة، انا بعمل ده في loop، اوكي، زي ما كنا بندور زي ما search problem في classical machines بتعمل loop علشان تدور على كل item في list. Grover's algorithm بياخد كذا loop، الكذا loop ده بيكون included في loops الجزء اللي هو الاوراكل مع الديفيوزر، وهو ده Grover's operator. تمام؟ أوكي طيب، فالمهم أن احنا نعمل كذا iteration of the oracle والdiffuser مع بعض، أو ال operator كامل، بنrepeat الكلام ده مثلا r times، وحنشوف ال r دي هما كم مرة، ال r دي هتكون كم iteration. تمام؟ طيب لما احنا بعد ما عملنا measurement المفروض ان انا يطلع لي state y. طيب state y دي المفروض لو ال operator ده اشتغل كويس تكون equal ال state w اللي انا بدور عليها، وال y برضو بت belong to 0 or 1 power n. تمام؟ طيب فال claim بتاعنا او بتاع Grover ان هو بيقول ان الواي الاوتبوت بتاعي المفروض يكون equivalent ل W او يكون قريب ل W with high probability. طيب with high probability يعني ايه؟ يعني انا ممكن يكون عندي ال desired state او ال winning state اللي انا بدور عليها بس يكون جنبها في states تانية already موجودة في السوبر بوزيشن، بس يكون ال probability بتاعة ال W كبيرة جدا لدرجة ان انا او بتتيح لي ان انا لما اعمل measurement تظهر لي اول حاجة. طيب هو وصل Grover وصل الكلام ده ازاي؟ بان هو عمل قال نفترض ان احنا عندنا uniform superposition. طيب اليونيفورم superposition ده هو عبارة عن S، اوكي، وده الـ input state اللي بتدخل لي عادي في السيستم. اوكي S دي انا بروح هعمل عليها ايه؟
المفروض لو هي يونيفورم سوبر بوزيشن بتكون ستيت 0 فور ان او تنسور ان. اوكي ابلايد عليها هادمرد تنسور ان. ليه؟ لان انا لو عندي انبوت ستيت كلها زيروس اوكي وبعد كده عملت عليها هادمرد كتير اوكي هادمرد بنفس عدد الستيت زي هنا زي قد عدد الكيوبيت سوري زي اللي حصل هنا فانا كده بقى عندي كومبليت سوبر بوزيشن او يونيفورم سوبر بوزيشن بين كل البيزس يعني كل البيز ستيتس ليها نفس البروبابيليتي عندي في السيستم. فده لو شفنا البروبابيليتي بتاعتها فهي هتكون equal 1 over square root 2 power n اوكي لكل البيز ستيتس x where ان ال x بتبلونج ل 0 or 1 power n. جميل. طيب وبعدين هو انا هيسمي الاوبريتر ده في فهقول ان في equal h تنسور n اوكي بعد كده ال u f 0 اللي احنا اتكلمنا عنها وبعد كده ال h تنسور n تاني. تمام يعني بعمل هادمرد على كل كيوبيتس بعد كده بأبلاي الـ U gate وبعد كده عندي هادمر تاني. فإحنا ممكن نفك الـ UF دي دلوقتي فهيبقى الـ V عندنا equal H tensor N والـ UF دي إحنا قلنا إن هي بتكون عبارة عن 2 state 0 أو الـ outer product 0 0 تنسور n بعد كده h تنسور n minus i او h تنسور n i h تنسور n. طيب ال identity matrix دي ممكن نشيلها لان انت في ال identity ما بتعملش حاجة actually. وبعدين انا هنا عندي ايه انا هنا عندي h هادمرد على كل كيوبيتس followed by هادمرد على كل كيوبيتس واحنا اتفقنا ان الكوانتم جيتس هي ريفرسيبل جيت يعني لو انا عملت نفس الجيت مرتين ورا بعض فكاني ما عملتش حاجه فانا ممكن اشيل دي عندي اوكي فهيتفضل عندنا الاوبريتور v equals 2 state s s minus 1. طيب انا جبت الاس دي منين والاس دي منين؟ طيب مش احنا هنا عرفنا الاس اللي هي هادمرت تنسور ان 0 تنسور ان اوكي وده عكسها يعني الجزء ده اللي هو S والجزء ده اللي هو ده فأنا بقى عندي اتنين outer product SS minus ال I بتاعتي. طيب بعد كده ال Grover's algorithm أو ال operator كامل بيقول لي إن أنا ممكن يكون عندي الـ state s ده اللي هو الـ superposition بتاعي بعد ما يجهز وعندي الـ omega اللي هي الـ desired states وعندي الـ orthogonal omega أو الـ اللي هو عكس الـ omega اللي هي بقية الـ states في الـ superposition اللي هي الـ s الـ states الموجودة في الـ s ومش موجودة في الـ W هتكون هي التنسور أو الأورثوغونال ستيت لـ W. طيب هنعمل إيه هنا؟ إحنا ممكن دلوقتي
نعرف الاس بالشكل ده، او ان احنا نكتب ان السيت كامله عباره عن الحاجات الموجوده في دبليو والحاجات اللي مش موجوده في دبليو، صح؟ يعني انا ممكن اكتب ان هي 2 باور ان ماينس 1 كل ده سكوير روت اوفر 2 باور ان ل دبليو اورثوجونال بلس 1 اوفر 2 سكوير روت 2 باور ان دبليو. جميل. لو الدبليو فيها ستيت واحده، معنى كده ان انا ممكن اعرفها بالشكل ده، ان لو احنا جمعنا السكوير بتاع ده والسكوير بتاع ده هيطلعوا لي واحد اللي هو السميشن بتاع كل السكوير امبليتيود بتاعت البيز ستيتس في السوبر بوزيشن. فده هيكون ممكن ريبريزنت السوبر بوزيشن على الشكل ده. انا عندي كوزين ثيتا اوفر 2 ل تنسور اورثوغونال ثيتا دبليو بلس ساين ثيتا اوفر 2 ل دبليو. اوكي. طيب الكلام ده ماس كتير جدا، خلينا نبص هو في الحقيقه بيعمل ايه. طيب البروتوكول نفسه ان انا اول حاجه ببريبير اس، وبعدين بابلاي اليو اف اللي هو الاوراكل بتاعي اللي هو هيكون 1 minus 2 0 0 او خلاص بقى مش 0 هيكون w. تمام. اللي هو هيكون reflection للاس على الاورثوجونال بتاع W. وتالت ستيب ان انا المفروض هابلاي V. طيب هابلاي V اللي هي المفروض 2S زي اخر فورم كتبناها S minus I ده الرفلكشن at state S. معنى ايه الكلام ده؟ معناه كالآتي، ان انا لو احنا هنريبريزنت ده الكلام ده على البلوك سفير، وهنا عندي الويننج ستيت اورثوجونال، وهنا عندي الويننج ستيت نفسها، وعندي هنا سوبر بوزيشن اس. اوكي. طب السوبر بوزيشن اس احنا هنا قلنا ان ده السوبر بوزيشن اس بينه وبين الاورثوجونال ايه كوزين ثيتا اوفر 2، يعني الزاوية دي هتكون ثيتا اوفر 2. طيب فلما ابلاي اليو اف او الاوراكل بتاعي المفروض ان ده هيحصل له ريفلكشن حوالين الاورثوجونال ستيت او الاورثوجونال اوف ويننج ستيت، فهيكون عندي بالشكل ده. تمام. ده اللي هيكون اليو اف لما تكون ابلايد على الاس، وهنا برضو الزاوية دي هتكون ثيتا اوفر 2. طيب بعد كده انا قلت ان تاني اوبريتور بيعمل ريفلكشن على الاس، صح؟ يعني دي يعني اليو اف اس دي هيحصل لها ريفلكشن على الاس، فهتكون هنا ده بعد ما ابلاي يو بعد في بعد كده يو اف على الاس. ف بكده الزاوية دي المفروض ان هي سيتا على 2 وسيتا على 2 يعني كلها سيتا، فالزاوية دي برضو هتكون سيتا علشان انا بعمل ريفلكشن حوالين الاس. فانا بدل ما كان عندي ستيت اوريدي قريبة للاورثوجونال للويننج ستيت، بقت اقرب لي للويننج ستيت نفسها. اوكي. ولما اعمل الاوبريتر يعني لما اعمل ريبيت لنمبر 2 نمبر 3، لما اعمل الكلام ده كذا مرة الستيت الابساي بتاعتي او السوبر بوزيشن بتاعي بيقرب اكتر اكتر لل ويننج ستيت او الديزايرد ستيت اللي انا بدور عليه. تمام. طيب
لو نشوف الكلام ده بالنسبة للبروبابيليتيز بيعمل ايه، او الامبليتيود امبليفيكيشن بيكون عامل ازاي، انا في الاول خالص بيكون عندي مثلا لو احنا عندنا 2 كيوبيت سيستم، ال 2 كيوبيت سيستم ده عندنا فيه ستيت 00 وستيت 01 وستيت 11 10 سوري وستيت 11. اوكي، فبدايه بيكون كلهم ليهم نفس البروبابيليتي، بيبقوا ايكوال بعض علشان احنا مدخلين يونيفورم سوبر بوزيشن. تمام، وبتكون ده البروبابيليتي دي كلها equal 1 over capital N او 1 equal 1 over 2 power N small. تمام، وبعدين انا بروح اعمل بابلاي اليو اف. طب اليو اف احنا قلنا ان هي بتعمل ايه، بتinvert الفيز او بتعمل نيجاتيف ساين على الديزايرد ستيت. طب لو احنا افترضنا هنا ان ال W بتاعتي هي الستيت 1 0 اوكي، فمعنى كده ان ال 0 0 هتقل شويه، ال 0 1 هتقل شويه، ال 1 0 لا سوري مش هيقل شويه دلوقتي، لسه في الخطوه اللي بعدها، دول كلهم بيكونوا 1 over square root n. بس ال 1 0 هيحصل لها phase inversion، هتاخد negative sign وهتنزل في الناحية التانية من الجراف. تمام، طيب بعد كده في الخطوة اللي بعدها المفروض ان تالت خطوة بتعمل لي reflection حوالين ال s صح، فهي بتروح من بدل ما يبقى عندها negative sign بنفس الامبليتيود بيتعمل لها reflection حوالين ال s، فالprobability بتاعتها بتقرب من ال w. فمعنى كده ايه، ان بقيت الستيتس بتكون ليها probability اقل نسبيا، اوكي، والستيت اللي انا بدور عليها probability بتاعتها زادت جدا. اوكي، طيب لو عندي انا ممكن يكون عندي element واحد في desired state، يعني مثلا احنا قلنا هنا ال W كانت ال basis state 1 0 بس انا ممكن لو عندي superposition كبير يكون عندي ال state vector بتاع W يكون مثلا فيه اكتر من basis states وكلهم بيتعمل لهم phase inversion بالاوراكل او بيتعمل لهم negative sign بالاوراكل، وبعد كده كلهم بيحصل لهم amplitude amplification بالديفيوزر. وعشان كده جروفرز الجوريزم ممكن نستعمله في بروبلمز كتيرة جدا، إذر ان احنا ممكن ندخل بوليان فانكشن ونسولف البوليان فانكشن دي بيها، ممكن الثري سات بروبلم مثلا ان احنا نفايند كلوز بيساتسفاي الثري سات بروبلم، ممكن نعمل operations كتير قوي بجروفر الجوريزم، لان هو يعني هو مش جاست ان هو بيفايند element او كده، هو بيعمل amplitude amplification. فلو احنا عندنا set of problems، ال set of problems دي ليها desired solutions وال solutions دي احنا عايزين نلاقيها بعد ما نعمل measurement على طول، فبكده احنا ممكن نعمل amplitude amplification لل solutions دي using Grover، وبعد ما نعمل measurement ال probability بتاعت ال desired solutions دي هتكون عالية جدا. طيب انا دلوقتي خلصت الجزء النظري، ممكن لو في اي اسئله you can raise your hand. سيف اتفضل. انا مش عارف انا بسال كتير وده مضايقكم ولا لا، بس لا. هو كان في محاضرة دكتور محمد عثمان كان بيقول فيها ان constraints واحنا بنبني السيركت ان هي ما يبقاش فيها loops، فحضرتك بتقولي ان الجروفر iterative، فده مش معناه ان الكومبوننت نفسه بتاع الاوراكل بيفيدباك اوراكل تاني، ولا احنا بندخل الكيوبيتس من الاول خالص فالموضوع تمام احنا كده في السليم؟
لا بص، هو الاوراكل عندنا بيجيب لنا سوبر بوزيشن. اوكي، السوبر بوزيشن ده يعني قبل اول ايتريشن مثلا احنا عندنا اس 0 سوبر بوزيشن 0، بعد ما عملنا الاوبريتر عملنا اكسكيوشن للاوبريتر مره واحده بقى عندنا سوبر بوزيشن تاني مختلف اللي هو ال 1 في امبليتيود امبليفيكيشن شويه. يعني مثلا بدل ما هو كان بالشكل ده مثلا لو ده الاس 0 فهنا بقى الاس 1 تمام. ولو عملنا الكلام ده كمان مره فالامبليتيود يعني فالبروبابيلتي بتاعه الديزاير ديسيت هتكبر اكتر تمام. اي ثينك دكتور محمد عثمان كان بيتكلم على ان احنا مش عايزين يكون في لوبس في السيركت بالنسبه للسيركت اوبتمايزيشن. احنا ممكن نعمل يعني السيرش الجوريزمز عموما هي iterative problems، فاحنا ما فيش حل بالنسبه لنا غير ان احنا نعمل لوبس، للاسف مضطرين يعني. بس عدد اللوبس مش كتير يعني، لو احنا بنتكلم في كلاسيكال انت بتعمل اوردر ان، هنا بتعمل اوردر سكوير روت ان، يعني نزلت عدد اللوبس كتير جدا يعني. تمام. يعني احنا عادي بالنسبه لنا في الكوانتم ان احنا لوب تفيد باك لوب تانية او جيت فيدباك جيت تانية. تمام. دكتور احمد اتفضل. معلش بس عايز اعلق على النقطه دي عشان الدكتور محمد عثمان كان بيتكلم في حاجه ومنا بتتكلم في حاجه تانية خالص، عشان ما يحصلش بس كونفيوجن ما بين الاثنين. اللي ممنوع في الكوانتم ان احنا نعمل فان اوت. يعني ايه فان اوت؟ ان احنا يبقى سلك يطلع منه سلكين، يبقى احنا كده بنعمل كوبي بشكل او باخر. لكن طالما السلك واحد حتى لو بيلوب على نفسه دي ما فيهاش مشكله طالما واحد. تمام. هو فعلا كان في فرق ما بين فعلا كان في كونسترينز في فان اوت فان ان وفي اللوبس. يعني كان اللوب كمان كان كونسترين. انا حتى لما سالته قلت له اللوب كمان كونسترين، قال لي لا. اللوب بمعنى ايه كلمه لوب؟ ما بص الاوبريتور بتاع جروفر ده مش لوب بالشكل بتاع الفور لوب اللي احنا بنشتغل عليه في كلاسيكال. ده مجرد انت بتابلاي اوبريتور اكتر من مره، كانك بتضرب ماتريكس في مره في اتنين في تلاته في اربعه، فضرب الماتريكس دي ما فيهاش مشكله. بضرب ماتريكس في اتنين في تلاته في اربعه، دي قصدك بيها ان احنا بنضرب الماتريكس مره في نفسها في اتنين في تلاته في اربعه. ماشي تمام، وصلت. تمام كده؟ دي المقصود بيها احنا مجازا بنقول عليها لوبينج، لكن هي مش بمعنى اللوب بتاع البروجرامينج الفور لوب مثلا او حاجه زي كده. تمام، شكرا جدا. تمام. كان في سؤال تاني؟ بس هشوفها. اوكي طيب. ممكن سيف علشان اجاوب سؤالك احسن. دلوقتي مش احنا اتفقنا ان اليو اف واليو اف زيرو هما ماتريسيز زي ما دكتور احمد كان بيقول، فهي دي الماتريكس. فانت بتابلاي الماتريكس بتاعه الاوبريتور كذا مره ورا بعض بحيث ان انت بتامبليفاي الامبليتيودز بتاعه الديزاير ستيت او الستيتس اللي موجوده في دبليو. تمام. اوكي طيب. هنعمل ميوت وانا مش عارفه افك الميوت. ثانيه هحاول من عندي. انا مش شايفه. ولا انا عارفه. طيب اوكي نكمل. طيب علشان بس نشوف جروفرز اوبريتور ان اكشن، في لاب صغنن كده ممكن نقدر نشوف بيه. ده الديفينيشن بتاعنا. طيب بعدين دلوقتي كيسكت اقوى في اللايبراري بتاعت اقوى في الالجوريزمز هم عملوا امبلمنتيشن لجروفر، فعرفوا جروفر الجوريزم بحيث ان هو بقى سهل جدا. هو يعني السيركت بتاعته جاهزه، كل حاجه جاهزه، انا بس بديفاين الديزايرد ستيت وممكن
اكول جروفر وادي له الاوراكل بتاعي اوكي وادي له الديزايرد ستيتس وهو يعمل يعمل الشغل بتاعه ويعمل لي امبليفيكيشن في الاخر. طيب فدلوقتي مثلا انا لو هنا عندي جود ستيت او الديزايرد ستيت 1 1 اوكي فهعمل بس ستيت بريبريشن او سوري هعمل الاوراكل بتاعي بحيث ان هو يمارك الستيت 1 1 دي as good solution. طيب بيمارك as good solution ازاي؟ احنا قلنا في حاجه اسمها ستيت ماركينج او اللي هو الماركينج بتاع اي بيزنس ستيت بتكون ان احنا بنعمل فيز شيفت عليها او فيز انفيرجن يعني. ف هنا عملها عن طريق السي زد. طيب الكنترول زد المفروض ان هي هتعمل على الستيت 1 1 نيجاتيف ساين وبعدين لما ابلاي جروفرز اوبريتور هيكون بالشكل ده. احنا قلنا ان هو بيعمل هارد ميرج في الاول بعد كده الجزء ده اللي هو الاوتر برودكت بتاع بتاع 0 او سوري اس اس وبعد كده بيعمل هارد ميرج ان تاني. تمام طيب خلينا نشوف لو احنا عملنا ران للسيركت دي. هي السيركت ما فيهاش غير جروفر غير جروفرز اوبريتور بس وعملنا ماركينج للستيت 1 1 اوكي. فهو هنا بيقول لي انا هنا عملت ايه؟ انا عملت بس جبت الكازم سيميليتر وعملت ران للجروفر الجوريزم وطلعت الريزلت وهنا عملت تايب للريزلت وبعدين عملت التوب ميجرمنت. التوب ميجرمنت دي موجوده حاجه في الريزلتس الريتيرند باي جروفر ان انا ممكن اجيب التوب ميجرمنت اللي هو الهايست بروبابيليتي اوف بيزنس ستيتس فهي طلعت لي عند ال1 1 اوكي. طيب انا ممكن احنا هنا عملنا الاوراكل عن طريق ان احنا عملنا كنترول زد جيت صح. فاحنا ممكن نعمل الكلام ده بشكل اخر في ان احنا نديفاين الاوراكل بس على ان احنا نليبل الستيت دي في الستيت فيكتور وهو بيعمل الفيز شيفت عادي جدا. فهنا عملنا برضو ليبلينج للستيت 1 1 وعرفناها ان هي جود ستيت في الجروفرز اوبريتور وبعد كده رحنا عملنا ران فطلع لي برضو التوب ميجرمنت بتاعتي 1 1 هو راح عمل الجلوبال فيز شيفت بالشكل ده من غير ما يعني احنا نكتب السيركت بتاعتها. طريقة تانية من ان احنا نعرف الاوراكل ان احنا ممكن نستعمل library اسمها في Aqua Components Oracle اللي هي Logical Expression Oracle. فLogical Expression دي ممكن نديها Boolean Expression يعني مثلا عندي Boolean Expression هنا A and B تمام. فA and B ده اللي هو هيعمل لي الاند بين اول وتاني كيوبيت. فلو دخلنا ده الاوراكل بالنسبة لجروفر فهيكون شكل السيركت بتاعه الاوراكل عامله كده. بعد كده ممكن بقى نحط لها اللوبينج اللي احنا عايزينه. طيب تعالوا نشوف الامبليتيود امبليفيكيشن بيشتغل ازاي. لو انا عندي كوانتم ستيت الكوانتم ستيت دي انا هحط لها هخليها incomplete superposition. فincomplete superposition ده يعني مش كل البيزنس ستيتس موجودة او في بيز ستيت موجودة with probability zero. فاحنا هنا عملنا preparation في الجزء ده عملنا preparation ل 0 1 1 0 1 1 تمام في الجزء ده وبعدين عرفنا الكوانتم اوبريتر. الاوبريتر ده المفروض ان هو هيعمل هادمرد على الكيوبيت الثاني سوري الاوراكل هيعمل هادمرد على الكيوبيت رقم 2 بعد كده هيعمل طافلي جيت اللي هي طب الكنترول نوت. الكنترولز هتكون على 0 وال1 والتارجت هيكون على 2 وبعدين عملنا هادمرت تاني على الكيوبيت التاني وهنا عملنا ران عرفنا بس ان جروفرز الجوريزم هيشتغل بالاوراكل اللي احنا معرفينه فوق
والستيت بريباريشن بتاعتنا هي الكوانتم سيركت دي، وقلنا ان الجود ستيتس هتكون هتكون 6 و7 اللي هي 110 بلس 111. طيب خلينا نشوف ال ده اللي هو الستيت بريباريشن سيركت. انا مع يعني هي اهي. وبعدين احنا ممكن كمان نبص على الاوراكل بتاعي. فالاوراكل بتاعي اهو اوكي. وبعدين لو احنا شفنا لو عملنا رن للسيركت فهو هيطلع لي هو هنا احنا خلينا السيركت ترن وعملنا لها ميجرمنت، فترى لي الستيت 111 110 بس معاها شويه ستيتس تانية اوكي. ف يعني هو بيعمل ده علشان احنا عملنا هو كامبليتيود امبليفيكيشن نجح في ان هو يعني لو انتوا شايفين البروبابيليتيز او النسب هنا ال111 دي كانت one of the desired states، هي اتكررت 900 مره تقريبا من 1024 والباقي ارقام صغيره، فهو اوريدي عمل امبليتيود امبليفيكيشن لل111. طيب احنا ممكن في الستيت بريباريشن او في الماركينج بتاع الستيت نستعمل اي جيت. فممكن عندنا حاجه اسمها زي جيت. الزي جيت دي هي مالتي كنترول زد، يعني ممكن اخلي عندي مثلا تو كنترولز على الزيرو وعلى ال1، والتارجت هيكون ابلايد على كيوبيت 2. فلو انا هنا جيت عملت ماركينج للستيت دي فهو هنا هيعمل ماركينج ل لما يكون هنا 1 1، هنا هيعمل زد. ف وعملنا جروفرز اوبريتور بعديها. المفروض ان هو هيعمل انا مش طبعا دي اوكي. المفروض ان هو ممكن الستيت بريباريشن يكون اي حاجه ممكن جروفر اوبريتور يتعامل عليها، هو بيتعامل على اي سوبر بوزيشن موجود حتى لو انكمبليت. اوكي. بعد كده هنا بنتكلم على specifying ال good state. يعني ايه good state؟ او ال good state هي بتاكت بالظبط جوه الالجوريزم بتاع جروفر كال W او ال winning state اللي احنا كنا بنتكلم عليها. فهنا لو عايزين ال good state هتكون 1 1 plus 0 0 تمام. وعملنا جروفر عملنا application لجروفرز operator، وبعد كده عملنا check هل اللي طالع من الريزلتس بتاعت جروفر دي از جود ستيت و 1 1، فهي طلعت لي ترو ان هو الـ اكتر اكتر ميجرمنت طلعت عند ال 1 1 او اوريدي 1 1 كانت امبليفايد. هنا ممكن نعمل الاوراكل مثلا كنترول زد والجود ستيتس يبقوا 0 1 وهل ال 1 1 جود ستيت فا اوكي وهكذا. بس الفكرة في جروفر أنا بس عايزة أوريكو الابليكيشن. لا هي مش موجودة هنا سوري. أنا عايزة أوريكو اليوسج بتاع جروفر في حل أي problem. فهنا عندنا example لو هو بيشتغل على ال 3SAT problem. ال 3SAT problem هو عبارة عن ان انا بيكون عندي number of clauses. ال clauses دي بتكون كلها almost بيكون فيها عدد ال variables اللي بتكون في ال function، والمفروض ان انا اجيب ال set of clauses او ال set of values لل variables دي بحيث ان يطلع لي الاكسبريشن بترو. فمثلا انا لو هنا عندي 3 SAT problem
فهنا مثلا عندي اول واحده نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 معناها ان not v1 لو v1 لو ال CNF يعني ان الفانكشن بتاخد variables v1 و v2 و v3 فالنيجاتيف معناها ال not هنا فاول close not التلاتة تاني close not التانية بس تالت close not التالتة بس وهكذا او انا ممكن هو عايز يبروف ان هي satisfiable by this set of clauses فانا ممكن احط sorry اعرف الانبوت بتاعي ان هو ال 3 sat instance اللي هو ال expression كله واسد ده كالاوراكل اللي انا بدور عليه بحيث ان انا amplify الامبليتيود بتاع السولوشنز اللي ممكن تحقق الكلوزز دي وهابلاي جروفر على الاوراكل وبعد كده هروح اعمل هرنه على الكازم سيميليتر وهرن. طيب دلوقتي انا طلع لي 000 وهنا 011101 اوكي تعال نفيريفاي هل ده اللي احنا بندور عليه ولا لا. هو اوريدي كان مديني السولوشن ان هو يا اما الثلاثه فولس اللي هو ال 3 زيروز او ترو فولس ترو اللي هو ال 101 او ترو ترو فولس اللي هو 110. فهنا انا عملت امبليفيكيشن للامبليتيودز بتاعت الستيتس اللي بتحقق لي او بتجيب لي السولوشن بتاع هذا الاكسبريشن. طيب انا مش يعني ابلكيشن ثانيه لجروفرز الجوريزم من ان انا ممكن اعمل بوليان لوجيكال اكسبريشن لو انا عندي مثلا اللوجيكال اكسبريشن ده عندي w x y و z فانا هريبريزنت كل واحده فيهم as a qubit و ه ديفاين الاوراكل بتاعي على اساس الاكسبريشن اللي انا دخلته using logical expression oracle وبعد كده هرن جروفر عادي جدا وهشوف السولوشن بتاع الاكسبريشن ده هيكون ايه. فهو هي امبليفايد الستيت 1110 معنى كده ان احنا لو عوضنا بال w ب 1 وال x 1 وال y 1 وال z ب 0 فده هيكون سولوشن هذا البوليان اكسبريشن. تمام. طريقة تانية زي ما في الدويتش جوزا الجوريزم خدنا ان احنا ممكن ندفاين الاوراكل بتاعنا using truth table هنا برضو ممكن ندفاين الاوراكل using truth table بان انا بديفاين truth table مثلا ده تقريبا 16 بت في البت 16 بت في اول واحد بس اللي هو 4 zeros هيكون ب 1 وال 4 ones هيكون ب 1. تمام. فلما عرفت ده كأوراكل يعني دي الستيتس اللي أنا بدور عليها فممكن بعد ما رن الجروفرز الجوريزم هيعمل لي امبليفيكيشن للفور زيروز والفور وانز علشان هم دول كأنهم هم الجود ستيتس أو هم الأوراكل اللي أنا بدور عليه. أوكي هل في أي أسئلة؟ Any questions? طيب انا خلصت جروفرز الجوريزم لو حد يعني عايز يسأل اي سؤال ممكن يبوست في التيم بعدين ونرد عليه او على البيج. ف شكرا. ودكتور احمد اي جس حضرتك عايز تقول حاجه للمجموعه؟ انا عايز اقول حاجات. الاول عايز اشكرهم جدا على الحضور ونتمنى يعني يكون السكول يعني كانت مفيده. احنا وي ديد اور بيست ان احنا تو ديليفر المسج اونلاين طبعا اونلاين غير الفيس تو فيس لكن يعني ايه نتمنى كده ان شاء الله وتوقعوا مننا كده ايفنتس يعني
ان ذا فيوتشر قريب. تابعونا كده على على الفيسبوك بيج وعلى لينكد ان, هيبقى ان شاء الله في يعني في ايفنتس كتير يعني اكسبكتنج يعني. استاذنكم بس عايزين نفتح الكاميرا, عايزين يعني ايه نتشرف كده ان احنا نلتقط صوره تذكاريه نحطها عندنا على البيج. فمعلش نفتح كلنا كده الكاميرا نتعرف عليكم. معلش يعني احنا ما حبيناش ان احنا نزعجكم ان انتوا تفتحوا الكاميرا الخمس ايام, كانت هتبقى صعبه شويه. احنا نتقعدوا براحتكم كده برضو, احنا ايه شغالين اونلاين في البيت يعني. فنستاذنكم كده الناس تفتح الكاميرا شباب. جميل برضه عشان بنتقابل معاكم ونبقى عارفينكم يعني, تبقى يعني وي ار اونرد ان انتوا تحضروا معنا السكول. في لسه ناس استاذنكم لو كل حد يعني ايه من من التيم يحاول يعمل ايه يلقط الصوره من عنده بحيث نجمع أكبر عدد من الصور, لأن مش كلنا ظاهرين في كل الصور. أعتقد على ال أعتقد التيمز عندنا كتيم كأفراد الجروب يعني الشاشات عندنا شكلها مختلف. يعني إيه رجاء كل واحد يعمل برينت سكرين من عنده, يعمل ياخد الشوت من عنده ونقارن كده إيه أفضلهم بحيث ان احنا نطلع يعني كل الناس. عايزين كل الناس معانا يظهروا كده ان هم كانوا مشرفينا في السكول خلال خمس ايام دول. معلش الخمس ايام كانوا طوال, لكن الكوانتم محتاج اكتر من كده فعليا يعني. يعني مش كل الناس ظاهرة عندي في الكاميرا. أنا ظاهر عندي 3. أنا ظاهر عندي 9. بس هم أكتر من كده بكتير. دكتور في أوبشن فوق لارج جالري. عايزين سمول جالري بقى, مش عايزين لارج جالري. أيوة في عدد أكبر. طيب احنا يعني اعتقد كل واحد فينا شايف حد مختلف, فهنحاول كده ايه ناخد برينت سكرين للافيلابل. ونمرج بقى الصور مع بعض كده احنا داخليا. اتمنى ان احنا ما نكونش يعني ايه في حد ناقص. طيب احنا كريم عايز يقول لكم حاجه الاول وبعد كده عايزين نفتح اوبن ديسكشن يعني. كريم بس كريم احنا اتفقنا 20 minutes او 15 minutes. اوكي كريم. اوكي تمام حاضر تمام حاضر. هتفتح هتشير برزنتيشن ولا هشير برزنتيشن على طول؟ استاذنكم بس هوقف الميتنج للسيشن اللي فاتت ونخليها السيشن كده صغيره لوحدها. اوكي okay.